السلام عليكم ورحمه الله. في قناه عبد السبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. والله فيديو راح يوضح كل شيء على واش تكلم رفيق واحد اللي كان درنا الفيديو ديالو مع مسعودان، قال لنا ما نامنكش وما نامنش باللي موتسيبي تكلم هكا مع وليد صادي. هنا بانت باللي كان ماشي اجتماع، تلاقاو تما وهضروا على عده اشياء. اليوم فوت افريكا وضح لنا كل شيء، وفي الاخير ستندهشونا لما تسمعوا حوايج على اتحاد العاصمه واش راح يصير لها. تابعوا معنا الفيديو خاوتنا، نجيكم بهذا الفيديو راح نقرا لكم، لكن قلبت شويه الهضره لما قلبتوا من الفرنسيه للعربيه. تقلبوا شويه كلمات راح يكونوا صعبه، لكن تفهموا العموم، تفهموا واش كاين. تابعوا معنا الفيديو في العنوان تاع هذا فوت افريكا واش تكلمت. اسمعوا معنا في العنوان واش تكلمت فوت افريكا. لاكار سيتون دو لا كريديبيليتي دو سيغتان غولي. راهي حيره من واحد المعلومات اللي خرجوا هاد الايامات اللي خرجهم الاعلامي رفيق واحد. راح نقرا لكم واش تكلموا على هذا الموضوع خاوتنا اللي خدا ابعاد كثيره وكثيره. هنا بالعربيه تفاجأ الكاف بعدم مصداقيه بعض المرحلات. هكذا جاء بالبند العربي بالعربيه لما قلبته. اكتب الاتحاد الجزائري لكره القدم بتصريح صحفي مقتضب حول اللقاء الذي اجراه رئيس وليد سعدي في لقائه وجه لوجه مع رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم الدكتور باتريك، ما نقولوش دكتور خاوتنا، المعفن باتريك باتريس موتسيبي، هذاك دكتور ياكل. على هامش فعاليات المؤتمر الكونغرس 74 للفيفا في بانكوك، ويمكننا ان نقرا ان الموضوع هذه المقابله ركز على قضايا الراهنه المتعلقه بالمسابقات الافريقيه، ولكن ايضا سبل تعزيز العلاقات بين السلطتين. انطلقت مرحلته القليله على الفور في تطريز ادبي باهظ بقدر ما كان لا يصدق. بالنسبه لهؤلاء الذين هم على درايه بالعادات يستقبل كاف والبروتوكولات، فانهم يعرفون ان رئيس رؤساء الاتحاد الاعضاء عند الطلب بما في ذلك اي جلسه فيفا على هامش حدث مهم مثل كونغرس اجتماع رسمية يجب أن تتم في مكان مخصص أو في مكاتب كاف بشكل عام في جناح رئيس المرتبة لهذه المناسبة. ومع ذلك فإن الصورة التي تم التقاطها ونشرها على الدعم الرسمي من انطباع بوجود اجتماع سري إلى حد ما أكثر من الجمهور الرسمي، حيث نرتدي الزي وفي مكان اكثر ليونه من خلفيه هذا الرسم التوضيحي. خاوتنا الكرام، هنا نتكلموا على الصوره اللي دارها وليد صادي مع موتسيبي. وليد صادي كان لابس ديبريي وموتسيبي كان في اجتماع رسمي كونغرس. نورمالمون حتى وليد صادي يكون في اجتماع رسمي، علاش ما لبسش كوستيم؟ ومعروف وليد صادي بلي يلبس الكوستيم هذاك النهار، ما كانش لابس الكوستيم، هام جبدوها له في افريكا على الصوره هذيك اللي هاي ليك خاوتنا. علاش كان سيفيل والاخر كان بلبسه رسميه. بعد ذلك وبشكل عام تتم الموافقه على جلسه الاستماع الرسميه من خلال بيان صحفي رسمي من كاف، الى ان الاخير من خلال هيكلها التواصلي لم تبلغ عن اي جمهور ناهيك عن محتوى المقابلات بين الرجلين. يعني هنا الفيفا الفاف عفوا ما حطوناش باللي موتسيبي يهضر مع وليد صادي ولا قصر معاه واش قصر معاه، ما حطوهاش كاع لانه مش حاجه رسميه على بها، ما حطوهاش. هذه مقابله مش رسميه، دوك تسمعوا واش كاين في المقابله مع الاخر خاوتنا الكرام، ستندهشون واش خرج البطوله واش تكلم على هاد المقابله كلها بين وليد صادي وموتسيبي. ناهيك عن محتوى المقابلات بين الرجلين، محتوى مدعوم بالترحيلات ونشر معجم غير متوقع وتأكيدات كاسحة فقط لتخفيف صورة كاف ورئيسه، مثل طالب سعدي أو اعتراف رئيس بخطأ الهيكل المسؤول عن تنظيم مسابقات الأندية الذي أكد صحة قميص نهضة بركان المدير للجدل. هم يهضروا هنا على جو بونس على شنودة اللي كان وافق على تريكو لما كانوا هنا في سان جويي وما محبوش يدخلوا. وبحسب المعلومات التي تم جمعها من مصادر أخرى غير اتحاديه، فان السعدي ناقش موضوع قميص نهضة بركان مع موتسيبي، علما ان الاخير هو احد المستجيبين مع نادي بركان والاتحاد المغربي. كيفاش وليد صادي يتكلم مع موتسيبي على تريكو، وهذا موتسيبي
وليد صادق على باله باللي هذا موتيبير ومتواطع، والشعب الجزائري على باله، الاتحاد الجزائري على باله، كلنا على بالنا باللي متواطع. لما قال له اسمعوا خاوتنا الكرام، في حين ان رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم هي الجهة المشتكية التي تم تشكيلها مع اتحاد الجزائر، هنا تقلبت شويه الهضره. الامر مؤكد هو ان رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم لم يكن لديه مثل هذه الاجابات الواضحه على اسئلته، كما تؤكد وسائل الاعلام الخاصه به لا سيما تلك المتعلقه بسيطره المغرب على معظم اللجان والهيئات الرسميه للاتحاد الافريقي لكره القدم، وكذلك الاتحاد الافريقي لكره القدم. قضيه قميص نهضه بركان واكتشاف موتسيبي الذي كان برفقه امين العام فيرون موسينجو هدايا بالقول انه سيستفسر عن هذا الموضوع، علامة استفهام. هذا مش رجع موتسيبي الوليد صادي مطالبا ادارة الكونفدرالية بتزويد توضيحات وتنوير بشأن هذه القضية التي اتخذت موقفا محرجا. شغل لحد الان موتسيبي ما على بالوش، قال له مايا شوفوا لنا هذه القضية، هذيك يا حبي اللي كيدينا، شوفوا لنا هذه القضية علاش تريكو فيها الخريطة، علاش وهما لعبوا به البارح، لو البارح لعبوا به لافينال وهو كان داخل السطاد. زيدوا دابا معنا. واشار موتسيبي الذي تواجد مساء الاحد بالقاهره لحضور مباراه العوده لنهائي كاس الكونفدرالية، حيث نجح الزمالك في الفوز على نهضه بركان بفضل الهدف الذي سجله في مباراه الذهاب 1-0، 2-1، والعوده 1-0. ان النادي المغربي ارتدى نفس القميص الذي يحمل خريطه غير رسميه للمملكه الشريفه. شغل ما شافهاش. هنا الموقع راه يقول باللي وليد صادي موتسيبي كان تما في مصر وشاف هذيك الخريطه طويله، وهنا يقول لهم روحوا شوفوا شتو كشي اللي كيديروا الناس، شتو بلي ما عندناش هيئه قويه في الكاف، علاش ما عندنا؟ هاو اللي لازم يكون عندك هيئه قويه، لازم تمشيهم بالسق لهادو كيما انا نديروا في السياسه. زيدوا تابعوا معنا. من هذه المقابلة كان من الممكن أن يحصل كاف ديال إبراهيم هنا يعني تقلبت شوية الهضرة على تأجيل اجتماع لجنة التحكيم التأديبية والتي كان من المقرر أن تحكم في قضية اتحاد الجزائر والعقوبات التي من المحتمل أن يتم اتخاذها ضد هذا النادي. هناك حديث عن إيقاف لمدة عامين خاوتنا، هاي اللي قلت لكم اللي خايفين منها. قال لك كاين اللي راهم يتكلموا ويقولوا أنه هناك حديث عن الإيقاف لمدة سنتين من جميع المسابقات لاتحاد العاصمة، بالطبع مسابقات الأندية كلها، وغرامة قدرها 500,000 دولار، 500,000 دولار خاوتنا الكرام. وكان قادة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيطمئنون صادي سعدي بشأن إعادة النظر في العقوبات بالنسبة للمتخصصين. خاوتنا الكرام قال له سما العقوبات، سما خلاص غيعاقبونا اوفيسيال، بصح دوك شوفوا التخفيفات تاع العقوبات، سما رانا غالطين، رجعنا بهذا الهضره اللي هضرها هذا المعفن تاع موتسيبي، رجعنا حنا غالطين دوكا، راح نخفف لكم في العقوبات، يعني ماشي 500,000 يورو، 250,000 يورو وعام تاع ما يلعبوش كاع في المسابقات تاع الانديه الافريقيه. شتو خاوتنا الكرام، زيدوا تابعوا معنا زيدوا. كانت هذه بادرة استرضاء يسعى إليها الكاف، لكنها تحولت اليوم بحسب مصدر رسمي في القاهرة إلى غضب كبير خالد الكرام. وبالفعل قال محاول بطولة، اسمعوا مليح هنا في الأخير نحلوا كاع ودنينا ونسمعوا خاوتنا، اسمعوا مليح بطولة هذا السيت هذا قوي على كل حال. وبالفعل قال محاول بطولة إنه فوجئ بالمعلومات الكاذبة التي نشرت حول هذا اللقاء والتي لا تعكس بأي حال من أحوال النقاش الحقيقي بين الطرفين، ولذلك لن يكون مفاجأة أن نشهد خلال الأيام المقبلة رد فعل مناسب من جانب الاتحاد الإفريقي للتنديد بموقف اتحاداته الذي لا يخدم بأي حال من أحوال مصالح اتحاد الجزائر ومنتخب كرة القدم. خاوتنا ودار يتبع خاوتنا هنا في الأخير موقع بطولة قال هذا الحوار كله لم يكن مثل ما رجوله خرجوه هضره. هذا موقع بطولة هو لو يتكلم خاوتنا الكرام، نفى كاع هذه المقابلة، كانت فيه صور نعم مع وليد صادي، كانت مقابلة مع وليد صادي، لكن بطولة قال هذا الموقع نفى كل، موش كل نفى، قال لك حاجة تحير لما سمعت عن الحوار اللي صرا بين وليد صادي و
موتسيبي انه ما كانش كاع هكذا. يعني هنا راهم يكذبوا في رفيق واحد انه هذا الحوار ليس هو هذا ما راهو يقول. بطوله خوتنا الكرام، مش انا اللي راني نتكلم، راني نتكلم على ساب وش راهو يتكلم هذا الموقع. قال قال محاور بطوله انه فوجئ شغل حال بالمعلومات الكاذبه التي نشرت حول هذا اللقاء والتي تعكس باي حال من الاحوال النقاش الحقيقي بين الطرفين، يعني وليد سعدي وموتسيبي. هنا نعرفوا باللي هذوك قال لك بعد ايام قليله راح يبان كلش خوتنا الكرام، راح يبان كل شيء، يبان دوك شكون اللي راهو يهضر في الحقيقه وشكون اللي ماهوش يهضر في الحقيقه. هل بطوله عندها خبر حقيقي انه واش تكلم رفيق واحد واش قالوا له، مش كيما كان في المقابله مع موتسيبي. والله اعلم خوتنا الكرام. اليوم كان خرجت ثاني مع مسعود فيديو كنت درته، كانت مشادات كلاميه قويه. زيدوا عاودوا شوفوا معنا الفيديو اللي حاب يشوفوها، ولي خوتنا الكرام عاودوا شوفوه واعطونا رايكم في التعليقات. شكرا لكم، تابعونا بقناه عبد السبور، وللحديث بقيه. سلام.